حسم فريق إنتر ميلان لقب بطل الدوري الإيطالي بفضل تعادل منافسه الوحيد أتلانتا مع مضيفه ساسولو هدف في كل شبكة اليوم الأحد 2 مايو في المرحلة 34 من السيريا. وكان أتلانتا الفريق الوحيد القادر على تأجيل تتويج الإنتر باللقب الأول منذ إحرازه الثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو، ويبتعد النيراتسوري بفارق 13 نقطة عن أتلانتا قبل 4 مراحل على ختام الموسم. قناة المغرب تيفي تهنئ أسدنا المغربي أشرف حكيمي ألف ألف مبروك ومزيدا من التألق إن شاء الله.